انا اطلع كيف بنحول اذا عندي فانكشن كيف بناخذ هذا الزد دوت نطلع على الثانيه نطلع على الماتلاب نطلع على السيري انا اطلع اول شيء لو عندي فانكشن ترانسفير فانكشن بالاس دومين انا افترض ان عندي سيستم ايش هاي ترانسفير فانكشن؟ النيوميريتر تبعها واحد وتحت حيكون اس بلس 1 فاذا عملت الان سيستم كونتينوس بيساوي ترانسفير فانكشن نيوميريتر دينومينيتر هي حول لي اياها ترانسفير فانكشن بسيطه فيرست اوردر سيستم هلا راح اعمل سي او خلينا اقول سيستم ديسكريت بيساوي convert to او continuous to digital بعدين راح احط system continuous راح احط sampling time وفي عندي شغله كمان اذا ما حطيتها بيفترضها هو بس انا راح احطها هون by default هو بيفترض انه في zero order word هاي نقطة مهمة ما حكيناها بالفيديو الماضي فهون عم بفترض اوتوماتيكيا اذا انا ما حطيتها راح يفترض انه هاي هي الديفولت راح احط zero order word قبل هاي فراح احط قبلها زيرو اوردر هولد يضربها بواحد على اس بلس 1 يطلع الانفرس زد ترانسفورم تبعهم راح يعطيني ترانسفير فانكشن جديده فصار عندي هذا الشكل الجديد للسيستم هذا اوتوماتيكيا بيشمل هذا اوتوماتيكيا بيشمل الزيرو اوردر هولد فانت اذا بدك تحول لازم تحط له زيرو اوردر هولد قبله لما تحطه كبلوك يعني انت لو بدك تحط هذا كبلوك اللي هو واحد على اس بلس 1 افترض عندي اف اوف اس f of s كان واحد على s plus 1 وانت بدك تحطه كله في discrete system ففي عندي هون sampler لازم يكون في قبل هذا zero order فهذا الانستركشن c2d لو ما حطيت انت zero order هون رح يفترض انه default اذا حطيته هون احسن حتتبين انك انت هون حولته عن طريق zero order هذا هو z transform لمين؟ الفيرست مع زيرو مش بس هذا مع زيرو ماشي والا لو اني ما عملتش هيك كان هلا بتشوفوا لما باجي بعمل الريسبونس تبعه ما بيطلع بيطلع كانه سيريز داخل عليه سيريز اوف امبلسز متذكرين؟ اذا هلا نعمل اللي صار عندي هيك ترانسفير فانكشن هلا اذا بعمل بلوت سيس سي نعمل كريت نعمل هولد اذا هي شكل الريسبونس ها بعدين عملت هولد عشان تضل حامل هاي بعدين ستيب سيس دي شايف لو اني انا مش عامل لو انه فيش زيرو اوردر هولد ما بيطلع معي جواب زي هيك ماشي واضح اذا واحد منهم الكونتينوس والكونتينوس سيستم الاصلي والثاني وهذا العرض من وين اجى؟ سامبلينج تايم هو سامبلينج تايم اللي حطه هاي طريقه التحويل اذا احنا اذا بدنا نحول من سيستم للثاني بدك تفترض انه اوتوماتيكيا عندي زيرو اوردر فور بستاذن كان عندي ماشي يا شباب واضح هاي؟